وبكل صراحة هو كيبقى واحد اللقب اللي كبير بالنسبة لي، لأن ما أول لقب كيبقى في التاريخ. بكل صراحة يعني حسيت بواحد الفرحة اللي ما تصورهاش، لأن ما جميع فرحنا جميع المغاربة وجميع الأسر ديالنا والوالدين ديالنا والعائلة ديالنا الكبيرة والصغيرة. هاد اللقب هذا كنهديه للوالدين ديالي وللزوجة ديالي والعائلة ديال خفيفي جميعا. شكرا.